تواصل مملكة البحرين استعداداتها لاستضافة اجتماعات الجمعية السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة خلال الفترة من الحادي عشر إلى الخامس عشر من مارس المقبل وتسعى اللجنة المنظمة لأكبر تجمع برلماني دولي إلى توفير كل سبل النجاح وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وأكدت اللجنة الحرص على توجيه كافة الإمكانيات والطاقات المتاحة لإبراز أعمال البرلمان الدولي بأفضل صورة بما يعكس التميز والإنفتاح والتطور السياسي والديمقراطي والمستوى الرفيع للدبلوماسية البرلمانية الذي وصلت إليه مملكة البحرين إضافة إلى قدرتها التنظيمية لاستضافة مشاركين ورؤساء وأعضاء برلمانات ومراقبين دائمين وممثلين عن 178 برلماناً واتحاداً اضافه الى عدد من منظمات الامم المتحده والمنظمات الدوليه الاخرى